على ضفاف نهر الفرات في العراق نهضت أركان مدينة بابل التي كانت تسخر بشتى العلوم والفنون وعلى رأسها السحر. وذكر الله تعالى بابل في القرآن الكريم وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فلم تشهد الأرض في ذلك العصر سحر أكبر من سحرها. ففي العام 1900 قبل الميلاد، أي بعد هلاك النمرود بمئات الأعوام، ولد الساحر هازارد في بابل، وكان من أعتى وأخطر سحرة العالم في السحر والتنجيم، وقد تميز بقوة سحره وطغيانه في بابل، وقد حكم العالم في ذلك الزمان. تعلم هازارد السحر والشعوذة من ألواح السومريين والآشوريين ومن فنون البابليين في السحر الأسود، وتعلم سحر منزاز الشيطاني. ومنزاز هي كلمة بابلية تعني أرواح الموتى، والذي يعتمد على تحضير الأرواح لمعرفة الأسرار الخفية عن الماضي. فكان هازارد يقوم بممارسة سحره بطريقتين: الطريقة الأولى وهي رسم الطلاسم على الأرض والتمتمة، وأما الطريقة الثانية فتقوم على التمثيل بأجساد الموتى لمعرفة كل ما عرفوه وتعلموه خلال حياتهم الدنيا. وقد كان لهذا السحر أثر عظيم في بابل، فقد جعل من هازارد اسم تهابه وتلعنه سحرة أوروك وكهنة آشون ومعابد أمون، فقد بات أهل بابل يقصدونه لمعرفة أسرار وخفايا لا يعلمونها. وقد كان أهل بابل يعتقدون أن سحر وفنون هازارد تكمن في قدرته في سحر العيون وقراءة الأفكار واستخلاص المعلومات من قرناء الإنسان من الشياطين. والحقيقة إنه كان يقوم بتحضير قرين الشخص المتوفي والذي يعلم أدق التفاصيل عنه. ويذكر الكاتب أحمد خالد مصطفى في روايته أنتي خريستوس، والتي تعني باللاتينية المسيح الدجال، إن هازارد قد قام باستحضار قرين أميرة الجمال إنانا لتحكي له كيفية تعلمها تعاليم السحر القديم على يد هاروت وماروت. وإنانا هي آلهة بلاد الرافدين القديمة التي كانت تعبد في سومر، وعرضها لاحقا الأكاديون والبابليون والآشوريون تحت اسم الإلهة عشتار، فهي أكثر من عاشر السحرة آنذاك، وقد خلدها الرومان في تأريخهم باسم فينوس واليونانيين باسم أفريدوت. وكان هازارد يسجد لإبليس للحصول على أكبر سحر مطلق وأكثر شر مستطير كما تذكر الروايات، كما اتخذ مع شياطينه مبدأ التنجيم وتعظيم الشمس والنار لنشره بين سكان بابل. كنتم مع برنامج شخصيات ومعالم عراقية، معكم في التقديم مع التحيات أنا سهير منير.